حملة بيئية للحفاظ على الحياة البحرية قبالة شواطئ مدينة جدة الساحلية في شرق المملكة العربية السعودية تطوعت مجموعة من الغواصين للاشتراك فيها مؤخرا، وذلك من خلال رفع مختلف أنواع المخلفات من المياه القريبة من الشاطئ. عصام بخاري كبير مدربي الغوص خلال الحملة. مشاركين تقريبا 62 واحد مع كباتن تبعتهم. كانت خطة جميلة جدا، كان كل جروب مع كابتنه ودائر ماستر معه بطريقة. أهم شيء عندنا كان السلامة زائد تنظيف البيئة البحرية، لأن في مخلفات كثيرة نقول تخرب البيئة البحر من تحت، من ناحية الأسماك الطبيعة، لأنه بتموت آلاف من الكائنات الصغيرة اللي بتقوم بنفسها تنظيف البيئة البحرية بنفسها. سبحان الله ربنا خلق الشيء ده فيها. وتهدد المخلفات المنتشرة في شاطئ جدة بقتل الشعب المرجانية المنتشرة قرب الساحل، وهو ما يشرحه صالح عابد أحد الغواصين المتطوعين. المخلفات بتتلف الحياة البحرية وبتسبب للشعب المرجانية بتموت، وبالتالي انه تلقى الشعب المرجانية عمرها بيقصر، ما يعني ما بيعطيك الشكل الجمالي للمناظر الطبيعية للبحر. وقد تمكن الغواصون المتطوعون في الحملة من رفع كميات كبيرة من القضبان الحديدية وعدد ضخم من المقاعد المصنوعة من البلاستيك وعلب المشروبات وأدوات صيد الأسماك، وكلها مخلفات تهدد سلامة السباحين والغواصين في مياه البحر. ويعيش نحو ربع الكائنات البحرية في الشعب المرجانية، ويهدد تلفها حياة العديد من تلك الكائنات. وتوصف مدينة جدة بأنها عروس البحر الأحمر، وتم ضم بلدتها القديمة في العام الماضي إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو لمواقع التراث الإنساني العالمي. خالد حسين، رويترز.